أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من تواصل دوت كوم مشاهدينا الأعزاء، والبداية كما تعودنا مع العناوين، ولكن العنوان الأبرز في تظاهرات هذا العدد هو تواصلها في المثنى والبصرة ومحافظات عدة، والقوات الحكومية تقوم بإزالة بعض خيام الاعتصام، والمتظاهرون في المقابل يؤكدون تواصل تظاهراتهم. أهلا بكم. البداية مع استمرار المظاهرات في محافظات العراق الجنوبية واتساعها في كل من البصرة والمثنى. صور أخرى للتظاهرات المتواصلة في البصرة والمثنى نراها معا في المقطع الآتي. الآن إلى مقطع آخر، وفيه المعتصمون أمام مبنى مجلس محافظة البصرة ينصبون خيمة اعتصام قرب المبنى. نتابع. طبعا تظاهرات شباب البصرة استمرت داخل خيمة الاعتصام المنصوبة عند مدخل مبنى مجلس المحافظة، جانبا مما يحدث في هذه الخيمة نتابعه وإياكم الآن. الآن في تظاهرات البصرة أيضا المستمرة، والتي وعد الشباب المنتفض كما سماهم مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي، وعدوا بتواصلها، ما زالوا يتظاهرون بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية. نتابع. سلام لسانا ودم، سلام على
جنة 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 والله يا وطني يا وطني يا حبيبي ما مجبي عمد رهات والله ما حابي قبل الصفوف بيوم زيتوني لابي الآن إلى رجل معاق شارك المتظاهرين تظاهراتهم ضد الفساد الحكومي والأحزاب الحاكمة. تعالوا نستمع إلى ما يقوله هذا الرجل. تبريد أصل ياسون عندهم متونسين بأي شيء. متكلين متكلين. أما إحنا نهائيا أي حقوق ما عندي. فش تسوي؟ تجيب خيمة تنصب خيمة هنا تقطع الجسر بالأحمر تقطع الجسر منا. دوامنا هاي ما نقبل وما نقبل اي واحد يطلع يعطينا عهود وكذب بالخالي نهائيا. يعني تبريد ما نريد شغلات ما نريد كذب لانه يوعدونا اذا الوفاء سوى هذا الشيء وكذب. اسمعني لا رئيس وزراء طلبه ب 16 سنه يجي وحدك. اسمعني فلا واحد بالدولة تأخذ حشية نهائيا لأنهم متونسين وضاعدين ضاعوا العراق الكويت خذ الاصبر عنده. اسمعني من هذا الجماعة. بعد هذه هي الرسالة الإنسانية الوطنية النابعة من رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشارك مع المتظاهرين. المتظاهرون يهتفون ضد الحكومة الحالية ويطالبونها بضرورة الاستقالة. الآن إلى قوات سوات الحكومية التي اعتدت وتعتدي على المعتصمين قرب مجلس محافظة البصرة، والمتظاهرون يؤكدون تواصل الاعتصام والتظاهرات. بالرغم من هذه الاعتداءات والإحاطة الأمنية بالمتظاهرين إلا أن توافد الشباب المنتفض للتظاهر قرب مبنى مجلس محافظة البصرة لا يزال متواصلا. نتابع. هاي خطتهم هاي خيمة
الجديدة واللي يركبها نقطع هاي خيمتنا الجديدة واللي يركبها نقطع هاي خيمتنا الجديدة واللي يركبها الآن إلى المثنى، وهناك مشاركة للناشط الحقوقي باسم خشان في تظاهرات وحديث لأحد النشطاء صور معه مقطعا قصيرا يتحدث فيه عن مطالب أهالي المثنى وتواصل المظاهرات وأنها ستستمر. نتابع. السلام عليكم. سعد باسم عيني الله يساعدك. شنو وين وصلتوا باعتصامكم؟ خليها مفاجأة. لا اريد الجمهور يعرف وين وصلت. احنا اعتصامنا مستمر، هنالك اجراءات راح تصير تتوافق مع كلامنا اللي بدينا بيه يوم اللي انطلقنا من شارع من الكورنيش لهنا. اذا تريد تعرف عندي سؤال، كم بعتوا وياكم وش كم مندس وياكم حتى الان؟ والله اذا كان التظاهر من اجل حقوق انا سؤالي واضح، ايش كم بعتوا وياكم حاليا؟ انت واحد منهم. الاعمار اكو عندكم اعمار معينه؟ كل صغار كبار جاي يشوف. هي هاي ان شاء الله انه هذا التعبير هاي ما يقولون بالاحصاء طفل والشاب، هذا نموذج معبر عن كل المجتمع. اليوم الاكل والشرب دخل لكم بسهوله؟ اي دخل بسهوله. اي الحل بعد ماكو، بس اكو شغله واحده طبعا لا اسمع هاي الغريبه. احنا منعول الخيمه اللي هي فوق روسنا ومانعين الفراشات الان، يعني لازم ننام على الارض تحت الشمس. هذه كارثه هذه. التظاهرة عفوية؟ اعتصامكم عفوي لو لا ابدا يدفع باتجاه الاعتصام؟ اعتصامنا مو عفوي، اعتصامنا منظم، لذلك ارعب كل خصومنا. احنا منظمين بدرجة كبيرة، شوف دول الشباب اللي موجودين وحتى الكبار. هسه انا قبل شوية كنا نتفاوض على فكرة، بس انا ما اقدر اعطي قرار من نفسي الا اخذ موافقتهم، فعرضت عليهم ان نتمسك بكلمتنا ونحترمها وكلهم موافقوا. أهالي المثنى ايضا اكدوا استمرار اعتصاماتهم حتى اسقاط الحكومة واحزابها كما قالوا. نتابع. الماء الصالح للشرب، هناك جماعة قاعدين مرتاحين رغم ارتفاع درجات الحرارة. مرتاح؟ مرتاح وعازم على التغيير. ما بيها مجال، قافلين قفل. تغيير. نش وقت هنا؟ يومين صار. يومين. بعت هنا الصبح ولا الساعة أمس الساعة بثنتين جبنا عشاء وسويت لهم جدر شاي. خايف يتهمونك بعثي؟ لا، يعرفون أنا. أنا أهم شيء عندي تراب الوطن، اغلى تراب هو تراب الوطن. جاي نشوف المطالب بهذه التظاهرات. جاي انت جاي تسولف المطالب بهذه التظاهرات، نريد وطن. عمي رحم على والديك، انت تقول لي هسه تغيير واصلاح. اول ما جابونا الطائفيه وجابونا السلاح الفاسد والسونار الفاسد ومجزره سبايكر والسقلاوي والثرثار، حكومات العالم كلها تستقيل من وراها، بس شعره من عندهم ما زحزحت. تترجى بعدم تغييرهم هذول؟ زين انتم تترجون انه راح يصير تغيير باعتصامكم؟ والله ما يصير تغيير الا تفلش الحكومه الرئاسي وتفلش المحليه ورئاسي. يا الله والله لا تقول لي حساب نفسيتكم، والله كل تغيير معكم. قاعدين قعده خير ان شاء الله. ان شاء الله. مرتاحين؟ ما عندكم اي مشكله؟ ليش وقت تبقون؟ اليوم سمعت فراشات ماكو. ما هاي الرصيف النام علي هنا. لا الخيام دخلوها، لا فراشات دخلوها. حتى الماء قطعوا.
نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. على الخيم والغداء. الآن إلى المشاركة النسوية في ساحة اعتصام السماوة في محافظة المثنى مع المعتصمين. تعالوا نتابع إحدى السيدات وما الذي تحدثت عنه. جاي أشوف أكو مشاركة نسوية باعتصامات المثنى لأول مرة نشوف. خلي نروح نشوف شنو مشاركتهن. مش عجب دخلاً لساحة الاعتصامات في المثنى بظل الإجراءات والتشددات الأمنية اللي موجودة. خلي نلتقي مجموعة من الناشطات والنساء. السلام عليكم. ناشطة مدنية؟ نعم. ايش عجب طلعتي؟ دائما اطلع انا كل جمعة موجودة بساحة التظاهر. اليوم المنحد غير، صار اعتصام. نعم، واحنا جينا نساند اخواننا وابنائنا المعتصمين بساحة الاعتصامات. شنو اللي تردونه؟ اللي نريد ان تتحقق مطالبنا. مطالبنا عديدة. اولا الخدمية اللي يطلبها الناس، الماء والكهرباء. ثانيا البطالة. هاي الشباب كلها عاطلة عن العمل. كلها عاطلة عن العمل. وكلها جوعانة. وكلهم انا رايحة لهم وشايفة بيوتهم. كلها جوعانة الناس، وكلها ما عندها دينار تصرفه. عندنا مطلب ثاني، انجاز المشاريع العاطلة. عندنا مشاريع كلها متوقفة. وين فلوس السماوة؟ وين الضرائب؟ وين فلوس السمنت؟ الاعتصامات والتظاهرات تحتاج إلى تحشيد نسوي. عملتوا على هذا الشيء؟ عملنا على هذا الشيء، بس تدري إحنا مجتمع عشائري وتقاليد، والناس النساء تستحي تطلع. إحنا طلعنا لأن متعودين إحنا نوقف ساحة الاحتجاجات. الآن إلى فقرة آراءكم، وفيها نشاهد مقطعا مصورا يظهر شيئا بسيطا من معاناة أهل البصرة بخصوص ماء الإسالة. نتابع المقطع ومن ثم نذهب إياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات. السلام عليكم شباب، هاي اليوم 29/7/2018، شو قاعد نظر الشانكي، شوفوا ماء البصرة كله خيس وطين، هل نغسل منه ونسبح به ونغسل المواعين؟ ويقول لك عين تظاهر. هذا شوف، قاعد تلاحظون؟ شوف الخيس اللي فيه، شوف هذا التانك بعد. هذا قاعد ننظف به، هذا يوم 29/7. طلع طلعت من الخارج. شوف التانكي؟ هاي البصمة قاعد تتجر 3 ملايين برميل يومية. ما حلو ماكو. ويقول لك ليش تظاهر؟ تظاهر انه يكون متظاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا المقطع الذي شاهدتموه نذهب الآن وإياكم إلى التعليقات. في التعليق الأول على هذا المقطع، أبو محمد الطائي يقول: مجالس بلدية فاشلة منذ سقوط النظام لحد الآن، وأصبحوا تجار وليس لخدمة القضاء، ووحدات إدارية مترهلة، فكيف تتقدم البلد؟ أبو محمد الطائي يتحدث عن الحكومة الحالية ويصفها بمجموعة التجار لا أكثر من ذلك. إلى تعليق آخر نذهب وإياكم الآن، وكتبه مشتاق يقول: لو أمن العقاب أسال أدب، لا مراقبة ولا محاسبة، والشعب لا حول ولا قوة، كافي عاد من الظلم والاستعباد، إلى متى هذا السكوت؟ انتفضوا ضد الفاسدين وسراق المال العام. مشتاق يدعو إلى ضرورة تفعيل أنظمة المحاسبة ضد كل من ينهب ثروات العراق، ضد كل من لا يخدم أهل العراق، ضد كل من يخدم ذاته فقط ويتناسى طوابير الشباب التي تعاني ويلات البطالة. إلى تعليق آخر. في التعليق الثالث غدر الزمان تكتب: السلام عليكم إخوان، هذا المشروع أصلا متروك، لا يعمل من الأساس، نصب ونترك لوجود إشكال بين المحافظة والأحزاب. هنا تتحدث على ما يبدو عن الإطار الخدمي الذي لا يزال العراق وأهله يدفعون ثمن تقاعس الحكومة الحالية عن إتمام مشاريعها بشأنه وإيصال مياه الإسالة الجيدة إلى المواطنين. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي حيدر الكناني يقول: يعني 100 نفر طالع، ليش شبيكم أهل أبو الخصيب؟ ليش هالخوف؟ قطعوا طرق، اعتصموا، ليش بس تشكون؟ هو منو راح يسمعكم؟
هذا الشاب أيضا يدعو إلى تكثيف التظاهرات التي ترفض وتعترض على سوء الخدمات وتدعو إلى تحقيق مطالب مختلف الشرائح العراقية. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة هو هاشتاغ اعتصامات البصرة. نقرأ عليكم الآن تباعا التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ اعتصامات البصرة. في التغريدة الأولى الناشط حسام العراقي يقول: من مهد للفاسد بتولي أمر العراق حتما إنه أفسد منه، بل هو الفاسد الحقيقي. المرجعية أساس دمار العراق والملاذ الآمن للسياسيين الفاسدين. حسام يتحدث عن المرجعية ويصفها بأنها هي الدرع الواقي للفاسدين الذين ينهبون المال العام في العراق. إلى التغريدة الثانية. في التغريدة الثانية علي ممتاز يكتب: اعتصام البصرة استمر الرفض لسياسة العباد الفاشلة والحلول الترقيعية الفاسدة وضعف القانون في بلد يعد أول من سن فيه القانون. اعتصامات البصرة. الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الثالثة. في التغريدة الثالثة نقرأ ما كتب علاء الكنان، يقول: البصرة والناصرية هما ثقل الجنوب المثقل بالفقر والحرمان، فقد تجرع أبناء هاتين المدينتين مرارة الظلم أكثر من غيرهما، والإصرار على التظاهر فيهما سيكون له انعكاسات مؤثرة. اعتصامات البصرة. علاء يتحدث عن ضرورة تواصل الاعتصامات في البصرة وفي الناصرية، ويقول إن أهالي هذه المحافظة البصرة ومدينة الناصرية هما من أكثر أهالي العراق الذين تجرعوا مرارات الحرمان. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة والتي كتبها أحمد نقرأ: إنهاء اعتصامات البصرة بالقوة، ولا زالت الحكومة غير دقيقة وصادقة في تلبية مطالب المتظاهرين التي وعدتهم بها، وما زالت عاجزة. هذا هو المشهد الدراماتيكي في العراق. أحمد يتحدث على هذا الهاشتاغ ويقول: إن الحكومة لا تزال عاجزة أمام مطالب الشارع، وبالتالي فإن التظاهرات في مختلف محافظات العراق ستبقى مستمرة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com. نلتقيكم لاحقا بكل خير. إلى اللقاء.